السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان GNS3 Projects Migration from Version 1.x.y من كورس GNS3 with VMware vSphere and Workstation Mastery. محاضرة النهاردة مميزة جدا جدا جدا، هتحل بقى أزمة للناس اللي عندها Projects من GNS3 Version 1.x.y، تمام؟ سواء بقى 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 او 1.5، تمام. اوكي، البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه، اوكي، اللي احنا هنشتغل على تحويله، اكيد انا هختار بروجكت من كورس السي سي ان اللي انا عامله، لان ده يعني السي سي ان راوتنج اند سويتشنج اللي انا شرحتها، المنهج الجديد انا شرحته على فيرجن 1.4.4 اللابات. اوكي، هشغل اللاب ده للراوتنج تشالنجنج لاب، لانه لاب ضخم شويه، حلو. فطبعا لو واجهني مشاكل فمش هتواجهني مشاكل اصعب من اللي هتواجهني في البروجكت ده، تمام. طيب ده اهو البروجكت، تمام، زي ما انتم شايفين انا عايز اشغل والله البروجكت ده على الجينس 3 النسخه الجديده، تمام. طيب هروح اخد كوبي من المشروع ده، تمام، هلغي بقى ده خالص، اوكي، وهحط المشروع هنا، تمام، حلو. اول حاجه عايزك تتعلم حاجه معينه مهمه، الكودنج بتاع الجينيس 3 فيرجن 1 غير الكودنج بتاع فيرجن 2. يعني لو انت بصيت اصلا مفيش حاجه اسمها كمبيوتر اي دي فيرجن 1، هو بيحط بروفايلز الاجهزه بروفايلز السيرفرز تحت زي ما انت شايف اهو، حلو، اي بي هات، مفيش حاجه اسمها كومبيوت اي دي، تمام، مفيش حاجه اسمها مثلا رام ليميت، اوكي، في الفيرجن 2 شايفين. فطبعا البروفايل شكلها مختلف، تمام. طيب وكمان الفيرجن 1 بيعتمد على بورت 8000، في حين فيرجن 2 بيعتمد على بورت 3080، اوكي، اللي هو 3080. طيب محتاج اعمل ايه هنا؟ محتاج هتكتب هتغير يعني في اول مره هتغير ايه؟ هتغير الاي بي هات، تمام؟ يعني بصوا يا شباب اقول لكم ملحوظه، البروجكت ده انا لو فتحته بالفيرجن 2 شوفوا بقى السحر اللي هيحصل، لو انا فتحته بفيرجن 2 دوست الكليكتين وفتحته هو مش هيشتغل، ولكن الكود بتاعه هيتحول لفيرجن 2، تمام؟ فقبل ما الكود يتحول لفيرجن 2، اوكي؟ انا هغير الاي بي هات دي. ده اي بي مكنه في ام، لان اللوكال مكتوب جنبه فولس، اما لو اللوكال مكتوب جنبه ترو يبقى الاي بي اللي فوق ده اي بي الايه؟ اي بي اللوكال، تمام؟ اللوكال سيرفر. فا اوكي المكنه هنا 41، انا طبعا هو كان قائم على مكانتين، انا هخليه يقوم على مكنه واحده 41، تمام؟ هغير البورت برده 3080، وغير البورت برده ده 3080، حلو. والاي بي اللوكال عندي ايه؟ حلو، الاي بي اللوكال عندي اعتقد 127 001، تمام، والبورت 3080. اوكي انا كده عدلت الاي بي هات والبورتس، تعالوا بقى نسيف ثم نفتح البروجكت. بنسبه 99% هو مش هيشتغل، تمام، مش هيشتغل لاسباب كتير. فاحنا يعني انا هعمل لك هعلمك ازاي تعمل المايجريشن بس على كذا مرحله، تمام. طيب هو ما اشتغلش بسبب ايه؟ انا عدلت كده، هو ظبط على فكره موضوع ال في امز، تمام، لان هو بيقول لي في ايمج انا مش لاقيها، تمام. طب ده كلام جميل، بس قبل ما نحل مشكله الايمجز دي، بصوا ضاف ريموت 1 وريموت 2، هقول لكم حقيقه معينه، ان عشان انت تشغل بروجكت والبروجكت ده هيشتغل على مكنه والمكنه دي موجوده عندك، انت مش لازم تكتب اسم المكنه في الكودنج بتاع البروجكت، يكفيك بس انك تظبط موضوع الكمبيوت اي دي، حلو، ده يكفيك، تمام. لان الجينيس 3 بيدي اسم اعتباري، يعني مثلا لو فيرجن 1 هو بيدي اسم اعتباري ريموت 1 وريموت 2، اللي هو سيرفر 1 وسيرفر 2، حلو، وبيضيفه هنا بالاي بي اللي انت حددته بالبورت اللي انت حددته، شايفين، اوكي. انا ممكن اخليه ما يضيفش دول، ما يضيفش بروفايلز اعتباريه وخليه يعتمد على جينيس 3 في ام، انا ممكن اعمل الكلام ده، تعالوا نشوف ازاي. ابلاي، اوكي، تمام. هتفتح الكودنج مره ثانيه، شايفين في باك اب اهو، يعني هو قلب ل 2 بوينت،
بصوا اللي هيحصل، قلب ل 2 بوينت كومبيوت اي دي اهو. حلو، طيب كلام جميل. حتى كمان عمل كومبيوت اي دي لللوكال. اوكي ماشي، مش مشكله. حلو، الكمبيوت اي ديز دي محتاجه تتبدل، تمام، تتحط بالكمبيوت اي ديز الجديده. تمام، اوكي، انا هاخد الكمبيوت اي دي ده، هروح على الريبليس، يعني هاخد ده كوبي واروح على الريبليس. تمام، هو اوريدي اتاخد يعني ايه، خدوا كوبي خلاص. تعالوا بقى ناخد النيو، نبدل الكمبيوت اي ديز، ريبليس اول. حلو، ده لاول مكنه. طب تاني مكنه، تاني مكنه انا مش محتاجها. اوكي، بس يعني انا ممكن اشيل البروفايل بتاعها، ولكن قبل ما اشيل ابدل الاول، ابدل الكمبيوت اي دي ده، ريبليس اول ايه بالدي. اوكي، ريبليس اول. حلو، كلام جميل، عشان في اجهزه بتعتمد على المكنه الثانيه، فقبل ما اشيل دي هاخد الكمبيوت اي دي وابدل. اوكي طيب، كلام جميل، انا هشيل البلوك بتاع المكنه الثانيه دي، انا ما عدتش محتاجه. اوكي، شايفين؟ حلو، انا كده نسقت الدنيا بتاعتي. تمام، هسمي بقى اللي هي ريموت 1 دي، هسميها جينس 3 داش بي ام. تمام، وظبطت خلاص الدنيا بتاعتي، مفيش مشكله. فبالتالي مثلا اتشيك لو رحت على راوتر 1، راوتر 1 الكمبيوتر اي دي بتاعه ايه؟ على المكنه الجديده اهو. حلو، ده راوتر 10 اسف. تمام، طب راوتر 1، راوتر 11. اوكي، راوتر، شايفين اهو، راوتر 1 اهو، كومبيوت اي دي بتاعه اهو فوق. تمام، مفيش اي مشكله. حلو، سيف. تمام، طيب بالمناسبه هو بيقول لي في لو انا فتحت تاني بيقول لي في اي او اس ميسنج. حلو، جيت فتحت كده، تعالوا نشوف كده اللي هيحصل. بيقول لي، هيقول لي دلوقتي في اي او اس ميسنج. اوكي، بصوا ما ضافش بروفايلات جديده اهو، ما ضافش بروفايلات جديده، اعتمد على المكنه، اعتمد على المكنه اللي عندي، لان انا ظبطت الكمبيوتر اي دي وظبطت الاسم، ده مش موجود فمحتاج يترفع. بس على فكره انت ممكن تحل الموضوع ده بطريقه تانية، يعني انا المشكله دي واجهتني المحاضره اللي فاتت نسخه اي او يو ورفعتها، لكن هنا هعلمك تكنيك اخر. تعالى، تمام، هو المكنه دي، تمام، لو انا جيت دخلت كده عايز اشوف النسخ الاي او اس اللي عليها يا ترى ايه، دور كده سي دي، او ممكن اقول له ال اس اوبت جي ان اس 3 ايمجز اي او اس في سي 7200 ادفانس داش 15 دوت ايمج. تمام، طيب حلو، ممكن تعمل ايه بقى؟ ممكن تروح على ايديت تاني، فايند سي 7200 كده. اوكي، دي النسخه اللي هي بيدور عليها، دي النسخه اللي هو ايه بيدور عليها. حلو، طيب ممكن اقول له ما تدورش على النسخه دي، كوبي. حلو، وهروح من فوق خالص وريبليس، ريبليس ده الايه الاسم ده بايه؟ بالاسم ده سي 7200، سي 7200 او نوم لوك. ماشي، اوكي، ممكن اكتبها من بره. تمام، ممكن مثلا في الران سي 7200 داش اي دي في داش 15 دوت ايمج، لازم تكتب بالظبط. تمام، كوبي. حلو، واقول له هنا ريبليس، ريبليس اول، بس كده، كده كل الراوترز هتشتغل على النسخه دي. فدي طريقه تانية بدل ما ارفع النسخه اللي هو طالبها، دي طريقه تانية. تعالوا نجرب تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. نسخه السويتش برضو از ميسنج. تمام، ممكن نرفعها. حلو، يعني ممكن نحلها بالطريقه الاولانيه وممكن نرفعها. يعني مثلا بصوا، ممكن اخش على النسخه دي، النسخه اللي انا رافعها اصلا. تمام، بدل 1 بي احط 1 اي. اوكي، اهي. ممكن حد يقول لي طب كده اي بروجكت بيشتغل على 1 بي مش هيشتغل؟ لا، الاجابه لا، يشتغل عادي. تمام، لان هو بيدور على النسخه
داخل المكنه بغض النظر ليها بروفايل في الاي او يو ديفايسز او لا. فانا المهم عندي ان انا ارفع البن بس، فالبن بتاعت ال1 بي اترفعت، فكده كده اي بروجكت هيدور على البن بتاعت ال1 بي هيلاقيها، وال1 اي برضه هيلاقيها اللي انا دلوقتي رفعتها. ابلاي اوكي، يلا اطلع تاني. ها شايفين احنا بنقابل مشاكل ايه؟ افتح. وان برضو ايه از مس، ده بيدور على الاي بي بيز. بصوا اي بي بيز تمام، انا برفع الادفانسد مش الاي بي بيز. طيب اوكي ادت تاني براوز الادفانسد يا سيدي، موجوده الاي بي بيز موجوده. بصوا فولدر الاي او يو اهي، اي بي بيز 1 ايه ده اللي هو بيدور عليها. تمام ابلاي اوكي، ها نقفل ونفتح، نفتح تاني. ها يا ترى هيفاجئنا ولا هيطلع لنا مشكلة جديدة؟ ادينا اهو مستنيين. هو طالما السي بي يو بيزيد عن جين السي في ام كان 7 وبعد كده نزل 4، يعني اعتقد ان شاء الله، يعني اتمنى ان احنا ما نقابلش مشاكل. فاك ذاتس اوكي، استنى شوية. فتح اهو، فتح اهو يا جماعه. طبعا انا بواجه مشكله اللي بص مش عارف اطلع فوق، فانت الحل اللي انت تظبط الايه، تظبط إيه؟ ها تروح على الميسيلينيوس، لا توبولوجي فيو، توبولوجي فيو، اعمل 4 في 4 اوكي ابلاي اوكي حلو. طبعا هو مش هيزود دلوقتي، لازم تطلع ايه اهو، يعني مثلا انا ممكن اظبطها من البروجكت ذات نفسه، ما احنا خدنا الطريقه دي يا عم. افتح الانتايتل ده، طيب حلو، روح على لاب 49، ممكن انت تزود التوبولوجي فيو من هنا. بصوا الهايت بدل 1000 خليه 4، وهنا 4، ها سيف. ما احنا اتعلمنا الكلام ده بقى خلاص. تمام اهو، حتى ازود بالفعل شايفين السكرول بار كده، يعني ايه زادت المساحه بتاعتي الافيلابل بالنسبه لي زادت. انا يعني ايه بعمل بوز وبرجع تاني، يعني بقاله كتير قوي شويه يعني. هو البروجكت كبير بتاع الراوت تشالنج لاب بتاع السي سي ان اي كبير اهو 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 اهو، بسم الله بسم الله. بصوا شايفين كله على 41 41 41 تمام، كله تمام التمام حلو. يعني انتم ملاحظين الاي سي فاير وول مش موصل تمام. طبعا الاي سي فاير وول ده مثلا ده كلاود نود حلو، كل اللي عليك بقى ان انت ايه، ان انت توصل الفي ام نتس. طبعا هو هنا متكريت 17 18 19، دول حاجات مش عندك، دي حاجات مش موجوده عندك، فانت محتاج انك تلغي اوكي الفي ام نتس دي. تمام طبعا انت هتقفل، يعني ايه هتشيل اللينكات الاول اوكي، وتعدل بقى بالطريقه الايه اللي احنا اشتغلنا بيها المحاضره اللي فاتت، ديليت وبعدين ايه ضيف الكروت اللي انت عايز تضيفها، شو سبيشال ايثرنت انترفيسز، ضيف بقى الكروت دي الجديده بقى. تمام مثلا في ام نت 1 اد، في ام نت 2 اد، مثلا في ام نت 3 اهو اد ابلاي
اوكي ممكن انت توصل بقى زي ما انت عايز. بالمناسبه انت ممكن تشيل الايثرنت سويتشز دي، لان انا كنت، لان زي ما قلت لكم فيرجن 1.4 كان لازم تحط ايثرنت سويتش ما بين كلاود نود وما بين راوتر او سويتش، ففي النسخه الجديده فيرجن 2 مش لازم تعمل الكلام ده، ممكن انت تشيل الايثرنت سويتشز دي وتوصل على طول، هتوفر على نفسك. تمام، احتمال تلاقي مشاكل. اوكي يعني مثلا لو انا جيت شغلت الراوترز اوكي وربنا يستر على المكنه، اعتقد ممكن الاقي مشاكل، ممكن، لان في راوترز ممكن الاقي مثلا داينامكس اي دي لراوتر مطابق لراوتر، لان الراوترات ما كانتش مرفوعه على نفس المكنه، خدتوا بالكم؟ فساعتها بقى يعني لو حصل الموضوع ده ممكن تكشف الكونسول فيو، انا عملت لها كلوز بس انت ممكن تكشفها من فيو. تمام، وتشوف بقى الخطأ فين وتحله بناء على محاضرات البروجرامنج اللي احنا خدناها. اوكي بصوا كله فتح ما عدا ايه؟ دوكس كونسول، كله فتح ما عدا اللينك از كونكتد تو راوتر 1 وراوتر 9، كله فتح ما عدا راوتر 1 وراوتر 9. اوكي لكن السويتشات، بصوا ملحوظه كمان، السويتشز بتظهر لك بشكل ايه؟ بشكل راوتر. تمام، دي احد المشاكل بالمناسبه، السويتش بيظهر بشكل راوتر مع انه اي او يو. تمام، ولكن للاسف انت ما عندكش فرصه ان انت تغير الا تشين سيمبل، تشين سيمبل ممكن تغيرها من هنا اهو، مالتي لاير ممكن انت تغيرها، او مالتي لاير سويتش اهو كده قلب سويتش، ممكن تعمل انت الباقي. تمام، ممكن بالمناسبه تسلكت اول وكليك يمين تشين سيمبل مالتي لاير اوكي، وهتعمل ده برضو فين؟ هتعمل ده برضو هنا اي حاجه سويتش. اوكي يعني السويتشات اهي دي برضو يعني دراج اول عليها كده، بس اوعى تاخد راوتر في النص. تمام، ومالتي لاير سويتش حلو، وهتخش على هنا برضو تشين سيمبل ها مالتي لاير اهو حلو. فانت طبعا فورت جيت فاير وول، الاي سي فاير وول، هتلغي بقى اي كلاود نود او اي جهاز كمبيوتر. تمام، وهتعيد توصيل الفي ان نتس بتاعتك بالطريقه اللي احنا خدناها المحاضره اللي فاتت. تمام، ليه راوتر واحد مش شغال؟ تعالوا نشوف ستارت. ده داينامكس اي دي 12، طيب ده داينامكس اي دي كام؟ 9. طب اوكي مفيش مشكله كده، يعني المشكله ان هو مش ظاهر لي في ال طبعا هو 100% 100%، فلذلك ايه هو ممكن يكون ما فتحوش لان هو مش لاقي مساحه في السي بي يو، مفيش مكان. فعشان كده زي ما قلت لكم انا كنت البروجكت ده عامله على تو سيرفرز. تمام، ممكن تلعب شويه حاجات، يعني ممكن تقلل تعمل اوتو ايدل بي سي فايندر اهو، راوتر 1 فتح اهو، راوتر 1 فتح فتح تقريبا عشان الايدل بي سي اعتقد، يعني فنستنى شويه ممكن الايدل بي سي ينزل السي بي يو شويه ولا لا برضو، يعني لسه والله بيفكر بيشاور عقله. لو راوتر 9 فتح اهو، شايفين اهو الايدل بي سي بالفعل، شايفين نزله من ايه؟ من 100%. اصل خلي بالكم يا جماعه بروجكت زي ده فعلا انا بقول لك ما ينفعش يترفع على مكنه واحده، يعني انا ممكن انت تظبط السويتشات تشتغل على مكنه تمام، وممكن تخلي الراوترز تشتغل على ايه؟ تشتغل على مكنه. تمام، والموضوع ده يعني لو انت عايز تعمله هيتم بمنتهى السهوله. حلو، طب اوكي ازاي بقى؟ دي سكيل بس اوكي انا هعلمها لكم. هو اوريدي كلهم مفتوحين ومفيش اي مشكله، الدنيا مستقره. تعالوا نجرب نفتح سويتش 1 مثلا. اوكي فتح اهو، مفيش اي مشكله. طبعا الاعدادات بقى دي قصه، الاعدادات ليه؟ بصوا انا محتاج ثواني بقى هنقفل. تمام، قبل ما اوريكم يعني ايه حته الاعدادات، تعالوا الاول نقسم نعمل لود بالانس يعني. تمام، تعالوا
نقفل البروجكت او ممكن نفتح الانتايتل بحيث ان انا اقفله يعني. اوكي، و يا سيدي تمام، اقفل اقفل ده برضو، انا مش عايز اي حاجه تعتمد على الجي ان اس 3 في ام، فده هلغيه. اوكي هقول لكم ليه دلوقتي، ما تستعجلوش. تمام قفلته، حلو. افتح لي بقى اللاب ده، البروجكت فايل بتاعه. حلو، بصوا بقى اللقطه اللي احنا هنعملها دلوقتي، شوفوا اللقطه اللي احنا هنعملها. الكمبيوترز دي انا هنسخ تمام، هنا الكمبيوتس ماشي، هنسخ ده، بس خلي بالك خد على قد كده، ايوه كده، انسخ البلوك كده، كنترول سي، حلو، اعمل كوما وانزل كنترول في، ها وتحط. انا عايز ايه، اخلي السويتشات تروح على مكنه تانية. طب المكنه التانية ايه، تعالوا نخليها ايه، جينس 3 في ام 1. حلو، الجينس 3 في ام 1 الكمبيوت اي دي بتاعه ايه ده، صح ولا لا؟ طب كلام جميل. طيب خش هنا، ده البروفايل بتاع مكنه اللي هي 31، فالاي بي بتاعها كام؟ 30، صح؟ طيب ممكن اسمي المكنه دي 1 وممكن اسمي المكنه دي 2. حلو؟ طيب الكمبيوت اي دي بتاع المكنه اللي هي دي، ها فين؟ هنا، صح؟ طب حلو قوي، كلام جميل، خد ده كنترول سي ويروح هنا كنترول في، اهو كده الاي دي اتغير تمام واتظبط، مفيش ادنى مشكله. عايزين بقى السويتشات تهوست على الايه، على الاي دي ده. طيب ممكن انت تروح تاخد كوبي من الاي دي وتروح فايند تمام. السويتشات نظامها ايه يعني، انا عايز ابص كده على السكرين شوت. تمام السويتشات عندي من اول سويتش كام لسويتش كام، انا نخش كده. اوكي سويتش داش 1 وهكذا لحد سويتش داش 9، 9 سويتشات تمام. اوكي فهقول سويتش داش 1 اهو، هاخد الكمبيوت، بصوا الكمبيوت اي دي بيرمي على 41، انا عايزه يرمي على 31 اهو، شايفين؟ طب سويتش 2 اهو بيرمي على برضه واحد ايه 40، انا عايزه يرمي على 31. حلو سويتش 3 ده يا سيدي بيرمي برضه، اهو طيب 4 ده يا سيدي برضه بيرمي على 41، خليه يرمي على 31. 5 ده برضه نفس القصة تمام. سويتش 6 سويتش 7 فاضل 8 و9، انا بكون حذر جدا في الايديتنج، خدتوا بالكم الغلطه بفوره وانتوا شفتوا. ناين اهو، حلو قوي كده تمام. وبعدين سيف، بصوا you're about to save document. يس سيف وربنا يستر، افتح بسم الله. بصوا بيقول لي ايه 1 ايه مش موجود على ايه الجينس 3 في ام 1. طيب اوكي ممكن والله يعني بريفرنس تمام، ساعتها بقى هضطر اضيف سويتش لان ده السيرفر بتاعه في ام 1 تمام، فارفع واحد على في ام 2 اسميه اي حاجه سويتش مثلا، خليه على نيو ايمج براوز، نروح هنا تولز اي او يو 1 اي بيترفع اهو، فينش ابلاي. اوكي يلا يا عم شغل 49 كده،
كده انا عملت لود بالانس وشايفين التو بروفايلز اتضافوا، مع اني كنت شايل المكن من جينيس 3، بس طبعا البروجكت ضافهم لان ايه، انا سميتهم من داخل البروجكت. شايفين؟ شايفين؟ تعالوا نبص كده في التوبولوجي سامري. تمام، الراوترز اهي على 41، السويتشز، السويتشز ده سويتش 1 و2، ده الايثرنت سويتشز، السويتشز اهي على 31. شايفين؟ يعني كده اللود بالانس تم معايا 100 100. حلو، ملحوظه بقى مهمه، يا ترى الكونفيجز اخبارها ايه؟ تمام، بصوا موضوع الكونفيجز ده خطير. ليه؟ الجينيس 3 فيرجن 1.4 يعني مثلا افترض ان انا عايز الفاينل كونفيجريشن. حلو، بصوا بيسمي التسميه ازاي، ده الفيرجن 1.4 بيسمي التسميه بالشكل ده. يعني لو انا مديك بروجكت ومديك الانيشال كونفيجريشن، اعتبر الفاينل ده هو الانيشال، لان انا مش عارف الانيشال موجود فين. الانيشال مش موجود هنا، لان اللاب ده انت المفترض تحط الكونفيجريشن من بدايتها، فبالتالي مش مديك اعدادات اساسيه هنا. بس برضه انا مديك بروجكت فيه انيشال كونفيجريشن، هتحملها ازاي؟ بصوا راوتر 1 ستارت اب كومبينج، تمام، لكن فيرجن 2 بيسمي التسميه دي مختلفه، بيقول راوتر 1 كومبينج اي 1 ستارت اب داش كونفيج. فهمتوا؟ يعني التسميه مختلفه. اوكي، يعني بصوا هقول لكم حاجه، ادي راوتر 1 اهو، هات اكسبورت كومبينج، بصوا المسمى بتاعه كونفيج، بصوا اهو فايل تو امبورت، لا انا عايز اكسبورت، اكسبورت كومبينج، بصوا المسمى راوتر 1 اي 12 ستارت اب كونفيج سي اف جي. فهمتوا القصه؟ طيب ما اسموش هنا كده، ما اسموش في الفولدر في الفايل ده كده، ما اسموش كده. تمام، فانت لو انت جيت، تمام، يعني اختلاف المسمى، هو بيدور على الفايل ده، فانت لو جيت قلت له والله يا جي ان اس 3 حمل لي الكونفيجز اللي هنا، حطها لي ارميها لي على الاجهزه، وانت مستخدم تطابق الاسامي، ان في راوتر 1 في راوتر 2 بالفعل في راوتر 3 في سويتش 1 داش 1 في سويتش داش 2، جينيس 3، جينيس 3 مش ايه، مش هيعمل لك حاجه. طب خلي بالك بقى، طب السويتشات اخبارها ايه؟ لو انا عملت اكسبورت كومبيج السويتشات، بص التسميه هنا سويتش داش 1 داش داش اندر سكور ستارت اب داش كومبيج، السويتشات مش هتقابل مشكله، هتتحمل الكومبيجيشن بتاعتها، يعني نفس التسميه، ولكن الراوترز هنا الموضوع مختلف شويه. تمام، الراوترز الموضوع مختلف شويه. طيب في سؤال بقى كده، انت هتضطر حاجه من اثنين، اما ان انت تعدل، تمام، التسميات او المسميات دي اوكي بالشكل الجديد، حلو، او اما ان انت تحمل كل بقى ايه، يعني كل راوتر تروح عليه وتخليه ياخد الاعدادات بتاعته من الفولدر ده. اوكي، طيب اسهل حاجه بالنسبه لي ايه؟ لا، عيد المسميات. طب هعيد المسميات بناء على ايه؟ ما انا عندي حاجه اسمها اي كذا، تمام، اي 12 اي 13. طب انا هعرف منين راوتر واحد مثلا ده اي 12 ده اي 12، تمام، راوتر 4 راوتر 5 ده اي 13. خدتوا بالكم؟ طب معلش انا هعرف ازاي اي راوتر اي واخد اي كام؟ انتوا فهمتوا القصه؟ بصوا هقول لكم حاجه، هقول لكم حاجه، الاي الرقم اللي بعدها هو رقم الداينامكس اي دي. يعني انت عايز تروح تعدل راوتر 1 ده، صح؟ هتكتب اي كام في السكيما بتاعته، تمام؟ هتكتب اي الداينامكس اي دي بتاعته كام؟ رابع سطر، داينامكس اي دي از 12، فبالتالي هو اي 12. دليل على كده راوتر 14 الداينامكس بتاعته كام؟ 16. طب تعالى بص كده، وياخد اي كام؟ هاخد اي 16. فهمتوا؟ طب فانا هسمي بناء على كده، هسمي ايه؟ بناء على كده، او هقول لك بقى ايه حل عشان يسهل عليك المسميات. تمام، روح يا معلم، اولا كده خد لي كل ملفات الستارت اب، ممكن تعمل سيرش، تمام، ستارت اب، حلو، هيجمع لك كل ملفات الستارت اب، انا عايز الراوترز بس. حلو، فا اوكي خد من اول راوتر 2 لحد راوتر 14، وخد راوتر 1 3 4 6 8. حلو كده، طيب الراوترز دي او الكونفيجز دي، تمام، خدها كات، تمام، واطلع باك، تمام،
فولدر اسمه، اعمل فولدر اسمه كاستمايزد كونفيجز. اصل دي الفايلات اللي انا عايز اسميها، دي اللي انا عايز اعدل عليها، انا اخدت الستارت اب مش محتاج انا اللي ايه الكونفيج في حاجه. تمام، عشان تعرف المسميات من غير ما ترجع لرقم الدينامس اي دي والكلام ده كله. بص اعمل كده، دي حركه برضو صايعه، هتروح على تولز، المفترض مفترض انا عايز اروح على التولز عشان احمل بس هي هنا مش شغاله. تمام، بس ذاتس اوكي okay. يعني كنت هستغل حته التولز دي ان انا هحمل، انا مش عارف هي ليه مش شغاله هنا. اوكي ماشي، هضطر هقفل وافتح تاني. تمام، اضطر ايه نقفل ونفتح تاني. هقول لكم طريقه ايه هتحل معاك مشكله المسميات دي. حلو تمام، هتروح تاني الى الجي ان اس. يس، وهنفتح بقى ايه البروجكت. بيفتح اهو، حلو. روح بقى على التولز، امبورت، هات ممكن تعمل حركة يعني صايعة اقول لكم ايه هي. تمام، روح لمكان الفايل. تمام، و اعمل هنا pre customized configs configs. حلو كده، وسلكت فولدر. انا كده عملت اكسبورت، مع ان اصلا ما مش مكتوب فيهم حاجه يعني. بري كده، بصوا يعني اصلا ما فيش اعدادات على الراوتر، هو ما خدش حاجه. بس الحركه بقى اللي انا عايزك تعملها يعني طالما دي ما نفعتش، امبورت. امبورت منين؟ من اي فايل، اي فايل، اي حاجه. حلو، ايوه، انا عايز استفاد بقى بالكونسول ده. هو مديك المسميات يعني، مثلا راوتر 2 بيقول لك البرايفت كونفيج. سيبك انت من ايه، هات انت الكود ده، طلع انت الايرور ده، هاته كده، هاته كوبي. تمام، طيب، وهفتح وورد باد. وورد باد، لا هو مفيش الا تكست باد ولا ايه؟ ماشي اوكي، بس انا ممكن افتحه بالوورد يعني. اوبن ويز وورد باد اهو، بيست. حلو تمام، نلغي ده كده. بص الدنيا ايه متنسقه تماما تمام. شيل السويتشز مش محتاجها، السويتشز برضو لا تصدقوا، ده السويتشز برضو عليها مشكله. السويتشز برضو عليها مشكله، لان هو بيدور على سويتش داش 1 ستارت اب كومبيج. طب تمام، هو مكتوب كام هنا؟ مكتوب ازاي؟ الفاينل سويتش داش 1 اندر سكور ستارت اب داش كومبيج. هنا الله، طب ما مكتوب نفس الطريقه اهو. انا عشان انا ما رحتش على الفولدر اصلا بتاع الكونفيجز ده، يعني رحت على اي فولدر. انا مش محتاج السويتشات يعني، مش هتعمل معايا مشكله. تمام، هحتاج الايه الراوترز اللي عدل عليها. حلو، طيب، ثم بعد ذلك هعمل ايه؟ هتروح على فايند. تمام كده، وهتفايند على ستارت اب. لا بس يعني الفكره ان انا عايز الغي سطور البرايفت، خدتوا بالكم؟ فا اوكي، ممكن اعمل ريبليس. بصوا كده، ممكن اعمل ريبليس برايفت. اوكي، بس برضو مش هتنفع. اضطر بقى ان انا امسح الايه حته البرايفت دي بنفسي. اوكي، هنا برضو برايفت مش عايزه، هنا برضو برايفت مش عايزه، وهنا برايفت مش عايزه، وهنا برايفت مش عايزه. الواحد يعني زغللت. تمام، هنا برايفت برضو مش عايزه، وده اوكي ماشي، ده برضو مش عايزه. هتقول لي طيب اوعى تنسى اللي فوق، اقول لك اوكي، ده برضو مش عايزه. على فكرة يا شباب، انا يعني ده اصعب بروجكت، يعني البروجكت ده زي ما قلت لكم رخم. تمام، فبالتالي ايه
انا بوريك ازاي تشتغل على الصعب عشان لما تيجي تقابل حاجه اسهل تكون الدنيا سو ايزي بالنسبه لك. اهو اهو الستارت اب اهو، تمام. انا ملاحظ اهو كام راوتر عندي متصل 14، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، 14 راوتر، تمام. الفكره بس ان هو ايه، راوتر 1 رميه تحت يعني، ما ذاتس اوكي، تمام. ماشي. ثم بعد ذلك هنعمل ايه بقى؟ هتاخد المسار ده، ده بتاع مين؟ ده بتاع راوتر 2، صح؟ خده، خد من بعد السي اف جي، من بعد السي اف جي لان ده الامتداد، كنترول سي، وروح على، وروح يا سيدي على الكاستمايزد. حلو. راوتر 2 فين؟ اهو، اعمل كده. ها فهمتوا؟ طيب تعالوا عند راوتر 1. طب ده راوتر 3، ماشي تعال ناخد برضو راوتر 3، كنترول سي، ثم تروح على الكاستمايزد راوتر 3 اهو. حلو. طيب ثم راوتر 4، اوكي، بيجيب المسميات اللي هو عايزها، انا بسمي الفايلات اللي عندي الكونفيجريشن اللي عندي بالمسميات اللي هو عايزها، تمام. طب راوتر 6، راوتر 6 اهو، اوكي. طب راوتر 7، راوتر 7، كاستومايزد اهو، تمام. طب راوتر 8، اها انا بدوس على F2 عشان اعمل رينيم، تمام. راوتر 9، طب راوتر 10، راوتر 11، راوتر 1 اهو يا سيدي. طب راوتر 5، 5 اهو، فاضل بعد كده 3 راوترات، راوتر 12، راوتر 13، وراوتر 14. اهو تمام، حلو قوي. اعتقد كده ايه الدنيا وضحت بالنسبه لكم. وبعدين هروح اخد من الفاينل برضو اعدادات السويتشز الستارت اب، 1 2 3 4 5 6 7 8. امال التاسع فين؟ التاسع مش موجود يعني، سويتش رقم 9 تقريبا انا ما نسيت اعمل له امبورت، بس اني واي اكسبورت، بس اني واي مش مشكله. كنترول سي، احطه في الكستمايزد وبيست. حلو كده، الكستمايزد دي ان شاء الله اللي هتشتغل على البروجكت عندي باذن الله. تعالوا بقى نمسح دول، ديليت، تمام، عشان لو في اي ايرور تاني يجيبه لي. تول، ها، import configs from a directory، تمام. لاب 49 customized select folder، مفترض يجيب لي اوكي ايرورز بس برايفت، كله برايفت اهو، برايفت 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 برايفت. وفي ستارت اب بتاع سويتش 9 لان هو مش موجود عندي، تمام، هو مش موجود عندي يعني، انا وانا بعمل البروجكت ده نسيت اعمله يعني، فمش مشكله. كده انا حملت الاعدادات، كده انا حملت الاعدادات. حلو، تعالوا نعمل ستارت. خلي بالكم بقى انا عملت لود بالانس. حلو، افترض بقى راوتر 1 و9 اللي كانوا بيتاخروا يبداوا على طول. بصوا جي سي في ام 2، تمام التمام يعني. تعالوا بقى نروح نشوف السويتشات، سويتش 1 مثلا، ها سويتش 1 اها. بصوا يوزر فيريفيكيشن يعني ايه، الاعدادات نزلت، انا نسيت بصراحه اليوزر نيم والباسورد ايه. فا اوكي مش مشكلة يعني، تمام. المهم الإعدادات بالفعل نزلت يعني، تمام. حلو قوي كده، ده أصعب بروجكت. حلو،
اوعى تنسى ان انت تظبط الكلاود نودز، تمام؟ تظبطها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها المحاضره اللي فاتت، تمام؟ هتشيل اللينكس، تضيف تلغي الفي ام اتس القديمه، تضيف الفي ام اتس الجديده اللي انت عايز توصلها وتشتغل. وانصحك تلغي السويتشز دي، تلغي الايثرنت سويتشز دي، لان ما يعني ما عادش ليها لازمه، تمام؟ ما عادش ليها لازمه. يعني انا كنت بحطها عشان اصدار 1.4 كان لازم ما بين اي او يو وبين كلاود نود لازم احط ايثرنت سويتش. الموضوع ده مبقاش موجود في الفيرجن 2، تمام؟ الدنيا هي ماشيه جميله. طبعا الايه اليوتيلايزيشن عالي، تعالوا نظبطه. بصوا طالما الراوترات كلها بتبوت في نفس الوقت فتوقع اليوتيلايزيشن يعلى في الاول، ما كان هينزل اول ما يخلصوا بوت، تمام؟ هينزل اهو، هو نزل، انا مش محتاج اعمل ايدل بي سي ولا حاجه. كلام جميل جدا. انا بفضل الله يعتبر خلصت. اتمنى تكون المحاضره فاتتكم. انا بس يعني بذلت اقصى جهد ليا عشان اقدر اوصل لكم الفكره والطرق والمشاكل المحتمله اللي هي ممكن تظهر قصادك. اشوفكم ان شاء الله على خير في الابديت الجديد او المحاضرات الجديده اللي هتنزل في الابديت. الابديت على فكره يا جماعه ممكن ما يكونش موجود في بعد المحاضره دي، يعني افرض جينستري نسخه جديده نزلت، تمام؟ زي ما انا قلت لكم النسخه الجديده اللي هتنزل متوقع ان هي تشتغل بنفس النمطيه، فانت هتعرف تشتغل عليها عادي جدا بالنولج اللي انت تاخدها من الايه الشوت ده. ولكن لو نزل فيرجن جديد مختلف، تمام، واللي انا برجحه ان هو فيرجن 2.2، حلو، هو نزل بس انا ما شرحتوش. ليه؟ لان اللي نزل النسخه التجريبيه دي جينس 3 نفسهم بيقولوا ان هي نون ستيبل، تمام؟ ف لذلك انا شرحت لك على النسخه الستيبل اللي هي فيرجن 2.1.12، تمام؟ ولكن اي ابديت ممكن يتم عمل دراج في الايه في المحاضرات، يعني مش لازم يكون محاضره رقم 48، لا، انا ممكن احطه في النص واعيد الترتيب من اول ايه؟ من اول وجديد. ده هيحصل اوتوماتيكلي على البلاي ليست بتاعت الكورس، تمام؟ فا اوكي، يعني اعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا وتابعنا على الموقع الرسمي www.debugs-it.com عشان توصل للتحديثات الخاصة بالكورس. بس كده، اشوفكم ان شاء الله على كورس جديد، تمام؟ انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.